الله وكفى وسلام على عبد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة منه وبركات برضه. أما بعد، ربنا سد خطانا فيما يرضيك، وعلمنا كيف نحبك وكيف نرضيك، واجعلنا من أهلك أبد الأبدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، هلو الله the only Lord invite us to the love, to the truth, to the purity, to the honesty, to the patience, to good speech, to good action, to resist the Satan. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.